أحياناً الشخص ممكن يقول كلمة أو يصير له موقف يكون موقف عابر وما يستمر إلا لثواني قليلة، لكن أثر هالموقف يستمر في حياة الشخص لفترة ما كان متوقعها ولا حاسب لها أي حساب. ممكن الأثر يمتد لسنوات ويبقى طول العمر، وممكن حتى هوية الشخص نفسها ترتبط بهالموقف في أذهان الناس، سواء كان الشخص راضي عن هالارتباط أو لا. هذا هو اللي صار لرجل اسمه ويليام بارتلت. ويليام بارتلت هو رسام محترف من ولاية ماساتشوستس في أمريكا. بينما هو اليوم يرسم لوحات زيتية بأساليب كلاسيكية، ويليام رسم رسمة بسيطة قبل أكثر من 40 سنة ما كان متصور أن أثرها بيبقى مستمر وأن الناس بتبقى تسألها عنها إلى اليوم. هالرسمة علقت فيه وصارت مرتبطة باسمه وهويته من يوم ما رسمها، لدرجة أن بارتلت صار عنده مشاعر متلخبطة باتجاهها، وصار أحيانا يتمنى أنه ما رسمها بسبب الإحراج اللي سببته لها عبر السنين. بارتلت اليوم يتجنب الكلام عن رسمه حتى مع أهله، ويقول أنه فنان جاد وما يبي الناس تعتقد أنه مجنون، لكنه بالرغم من كل هالكلام لا يزال مصر على أن الرسمة هي لشيء حقيقي شافه بعينه، وكان يتمنى لو ناس أكثر شافته عشان يصدقونه. في ليلة 21 أبريل من سنة 1977، ويليام بارتلت كان عمره 17 سنة. يوم كان يسوق سيارته على طريق ريفي في منطقة من ماساتشوستس اسمها دوفر، يوم شاف بارتلت شيء غريب ما شاف أي شيء مثله في حياته. بارتلت يقول انه مر عند جدار حجري لاحظ فوقه كائن غريب ما يشبه اي شيء شافه من قبل. كان طوله تقريبا 120 سنتيمتر وله راس بيضاوي كبير ما فيه اي ملامح غير عيونه الكبيرتين واللي كانوا يشعون بلون برتقالي. جسم الكائن كان صغير لكن اطرافه كانت طويله وتنتهي باصابع او مخالب طويله. جلده كان مكشوف وكان له لون يشبه لون جلد البشر بين البرتقالي والوردي. بارتلت يقول انه ما شاف المخلوق الا ثواني قليله، وبينما في زمننا يمكن أول شيء يطرأ على البال هو توثيق المخلوق عن طريق كاميرا الجوال، إلا أن بارتلت ما كان عنده كاميرا وسوى أفضل شيء يقدر عليه في السبعينات. بارتلت خذ له نظرة جيدة على المخلوق ورجع البيت ورسم اللي شافه. من حسن الحظ أن بارتلت رسام وعنده قدرة جيدة على الرسم من الصغر. الرسمة بينت شكل الشيء اللي شافه بارتلت بشكل واضح، ولا تزال إلى اليوم هي المرجع الأول للشيء اللي صار معروف اليوم باسم شيطان دوفر. شيطان دوفر كان ممكن يعتبر خدعة أو تخيل من بارتلت، إلا أن احنا لازلنا نتكلم عنه إلى اليوم، والسبب هو أن بارتلت ما كان الشخص الوحيد اللي ادعى أنه شاف الكائن الغريب. في نفس الليلة الشاب جون باكستر واللي كان عمره 15 سنة كان راجع مشي لوحده من بيت صديقته يوم هو بعد شاف شيء بين الأشجار. في البداية باكستر اعتقد أنه كان شخص قصير، لكنه يوم خذ نظرة أقرب عليه شاف أنه كان كائن غريب. باكستر ما شاف تفاصيل الكائن بنفس الدقة اللي شافها بارتلت لأن المنطقة كانت مظلمة ومليانة أشجار، لكنه يقول أنه شاف الشكل العام للكائن. الكائن كان واقف على رجلين وكان ممسك بجذع شجرة بيدينه، واللي كانوا ينتهون بأصابع طويلة ملتفة حول جذع شجرة، وكان له نفس لون العيون البرتقالية المضيئة. باكستر راقب المخلوق لمدة، بعدها حس بالخوف وقرر أنه يتراجع ويترك المكان. باكستر أيضا رسم المخلوق. رسمة باكستر ما تبين تفاصيله مثل رسمة بارتلت، لكنها بشكل عام تحمل نفس الصفات: الرأس البيضاوي الكبير، الجسم الصغير، والأطراف النحيفة المنتهية بأصابع طويلة. القصة ما تنتهي هنا. بارتلت وباكستر ما كانوا الوحيدين اللي شافوا المخلوق، فيه شخص ثالث أيضا شاف نفس المخلوق في الليلة اللي بعدها. في ليلة 18 أبريل كانت شابة أبي برابهام راكبة مع صديقها في سيارته يوم هي بعد شافت كائن غريب ما شافت أي شيء مثله من قبل. أبي وصفته بأن له وجه كبير وجسم غريب، وتقول إنها ما شافت أن عنده أي فم أو أذان أو ذيل، لكن كان له عيون كبيرة وتشع باللون الأخضر. أبي عرفت لاحقاً عن وصف بارتلت وباكستر للمخلوق وأن عيونه كانت برتقالية، لكنها ما غيرت كلامها وأصرت أن عيونه كان لونها أخضر. أبي بعد رسمت المخلوق، وبينما قدراتها في الرسم ما تبين التفاصيل بشكل واضح، إلا أنها بشكل عام تبدو أنها نفس المخلوق اللي رسموه بارتلت وباكستر. كانت أبي هي آخر شخص شاف المخلوق، ومن ذيك الليلة إلى اليوم ما طلعت رواية تأكد أن أي أحد شاف المخلوق مرة ثانية. الصحف المحلية سمعت القصة من الشباب الثلاثة وتحرت الموضوع. بحسب كلام صحيفة سان أنتوني ستار واللي قابلت الثلاثة ونشرت مقال عن المخلوق، فالشباب الثلاثة كانوا يعرفون بعض لكن من بعيد، وما كانت بينهم صداقة أو معرفة قوية. حسب الظاهر فمنطقة دوفر هي منطقة ريفية صغيرة ومن النوع اللي كل أهلها يعرفون بعض. يبدو أن الثلاثة كانوا يدرسون في نفس المدرسة الثانوية، لأن مرة ثانية المنطقة صغيرة ويبدو أن عدد المدارس كان محدود فيها،
لكن مدير المدرسة شهد للثلاثة وقال أنه ما يعتقد أن بينهم علاقة وأنهم من النوع اللي ممكن يتفقون على خدع من هالنوع. من ذيك الأيام وشيطان دوفر هو جزء من فولكلور ثقافة ماساتشوستس، وصار يجذب اهتمام المهتمين بالظواهر الغريبة من جميع أنحاء العالم. بينما يحب البعض تصديق القصة والاعتقاد أن الشباب الثلاثة شافوا كائن غامض يمكن يكون حيوان غير مكتشف إلى اليوم، أو يمكن يكون مثلا كائن فضائي ما نشاف من ذاك الوقت لأنها غادر الأرض، إلا أن فيه ناس بعد تشكك في القصة. فيه ناس تكذب القصة كلها وتقول أن الشباب الثلاثة مخادعين، لكن غالبية المشككين يعتقدون ببساطة أنهم غلطانين. البعض يقول أن قد يكون الشيء اللي شافوه هو ثعلب مصاب بمرض سبب لها فقدان الفرو، أو قد يكون صغير حيوان الوعل وله صفات نوعا ما تشبه صفات شيطان دوفر. بالنسبة للعيون المضيئة فقد تكون انعكاسات على عيونه واللي تصير في أنواع مختلفة من الحيوانات، ويمكن هالشيء يفسر سبب اختلاف العيون بين الأخضر والبرتقالي. شخصيا أتفهم ليش المشككين ممكن يعتقدون أن الثلاثة شافوا شيء غير موجود أو غلطوا في اللي شافوه، لأن هالأشياء تصير، وأنا محدثكم عندي تجربة مع موقف فيخليني أتصور شلون ممكن أحد يشوف شيء غير الواقع. يوم أني كنت صغير في المدرسة، أتوقع كنت في صف ثاني أو ثالث ابتدائي، كنت في الفصل وما كان المدرس موجود، فكانوا الطلاب يلعبون ويسالفون وماخذين راحتهم. كنت مسند يدي على الطاولة اللي وراي، يوم التفت وشفت شيء غريب يمشي على ذراعي. للحين أتذكر شكله، كان يبدو مثل عنكبوت، عنده رجول طويلة ونحيفة طالعة من تحت جسمه، لكن جسمه كان كروي وكبير، جدا كبير، أكبر من أي حشرة شفته في حياتي، تقريبا بحجم كرة تنس الطاولة، ولونه كان برتقالي فاقع. طالعت فيه للحظات على ما أستوعب الشيء اللي أشوفه. للحين أتذكر يوم شفت رجوله الطويلة وهي تتحرك ببطيء وتمشي على ذراعي. يوم استوعبت الوضع صرخت ولوحت بذراعي وطيرت هالشيء في الهواء. باقي الطلاب سمعوا صراخي وسألوا شو السالفة، قلت لهم إن على يدي عنكبوت. العجيب إنه يوم طاح هالشيء على الأرض شكله جدا تغير، الشيء اللي كنت أشوفه عنكبوت كروي كبير وبرتقالي تحول إلى صرصور، ودخل واختبى بسرعة تحت واحدة من الطاولات. مع ذلك اللي كانوا جنبي سمعوني أقول إنها عنكبوت، وحسب كلامهم إنهم بعد شافوه عنكبوت. رجعت البيت ذاك اليوم وأنا مقتنع إن الشيء اللي شفته كان عنكبوت غريب، لكنه يوم طاح على الأرض غير شكله وتحول إلى صرصور. قلت لأبوي ذاك اليوم عن اللي صار، وأبوي قال إنه عادي يصير إن بعض الصراصير يكون لونها فاتح ومايل للبرتقالي، ويمكن إن أنا كنت خايف وكل شيء صار بسرعة فما شفت شكله زين. أنا اقتنعت بكلامه، مهما كان الشيء اللي شفته ولو أني أتذكره بتفاصيله لليوم، يبقى تفسير أني ما شفته زين مقنع أكثر من سالفة عنكبوت فضائي. اللي أبي أقوله هو أن هالأشياء تصير، يصير أن الواحد يشوف شيء غير الواقع وإن كان يعتقد أنه شافه زين ويتذكر تفاصيله. ويليام بارتلت يعرف كل هالكلام، لكنه لا يزال يعتقد أن شيطان دوفر هو شيء حقيقي. في مقابلة معاه في عام 2006 بارتلت قال أنه بالرغم من أنه ما يحب يتكلم في القصة ولا يحب أن الناس تربط القصة فيه إلى اليوم، إلا أنه متأكد أن الشيء اللي شافه ما كان ثعلب أو أي حيوان ثاني. بارتلت عاش طول حياته في ماساتشوستس ويقول أنه يعرف أشكال الحيوانات اللي تعيش فيها، ولا زال متأكد إلى اليوم أن الشيء اللي شافه هو كائن ما شاف أي شيء مثله في حياته. بارتلت يقول أنه يتمنى لو كان موضوع خدعة، على الأقل وقته يمكن كان بيقدر يربح منها بطريقة أو أخرى، لكن بارتلت ما جنى أي شيء من القصة طول هالسنين غير الإحراج وكلام الناس. كلام بارتلت كان مثير للاهتمام. يوم قرأت مقابلته اللي من سنة 2006 وعرفت أنه رسام ومقيم في ماساتشوستس، جات في بالي فكرة أن ليش ما أحاول ألقاه وأشوف شخباره اليوم. بشوي بحث في النت لقيت شخص انطبق عليه صفاته، اسمه ويليام بارتلت وهو رسام من ماساتشوستس، فيمكن أنه هو نفسه صاحب قصة شيطان دوفر. قررت أني أسأله وأتأكد بنفسي. كتبت له الرسالة: عزيز السيد بارتلت، أتمنى أن تكون بخير في ظل هذه الأزمة العالمية. اسمي يوسف وأنا أصنع فيديوهات ووثائقيات تجمع بين الرسوم والفولكلور. أعتقد أن هذا يحصل لك بكثرة، لكن لفت انتباهي أن اسمك يظهر بتكرار في القصص والمقالات المتعلقة بشيطان دوفر. رجاءً اقبل اعتذاري إن كنت لا تشعر بالارتياح حول هالموضوع أو إن سببت رسالتي لك أي إزعاج. كل ما أرغب به هو معرفة إن كنت الشخص نفسه أو إن كان الموضوع مجرد تشابه أسماء. آمل أن تعلم أني لا أخطط أن أسألك المزيد من الأسئلة أو أن أسبب لك المزيد من الإزعاج، إلا إن كان لا مانع لديك من الحديث حول هذا الموضوع بالطبع. أتطلع لسماع رد منك. شكراً لك وابقى سالماً. تحياتي يوسف. للأسف إلى يوم نشر هالفيديو ما جانا أي رد منه، وبصراحة أتفهم هالشي. أكيد أني بأول ولا آخر واحد أسألها عن الموضوع، وأعتقد أن السيد بارتلت لو افترضنا أنه نفس الشخص اكتفى من الإعلام وأسئلتهم حول الموضوع هو أصلا ما يحب ارتباطه فيه، فما ألومه، نحاول ابتعد عن الموضوع قدر الإمكان. مهما كان شيطان دوفر، سواء كان خدعة أو كان ثعلب أو وعل، أو حتى لو كان فضائي أو مخلوق غريب، أنا شخصيا سعيد أن قصته موجودة وأنها لا تزال لغز كثير تساؤلاتنا إلى اليوم. ويليام بارتلت يقول أنه ما كان يتخيل أن القصة بتستمر إلى اليوم مع كل هالسنين، لكني أعتقد أن هذا هو السحر اللي تسويه الألغاز. الألغاز تستمر ما دامت غير محلولة،
وما دامت تثير تخيلاتنا وتساؤلاتنا وإن طالت السنين. شكرا لكم على المشاهدة. انتوا برأيكم شو تتوقعون؟ شو طلع شيطان دوفر؟ هل هو فعلا كان غريب شافوه الثلاثة ذاك اليوم، ولا كانوا متوهمين، ولا هو شيء ثاني؟ علمونا في التعليقات. جتني أسئلة كثيرة عن موضوع الرسم، شلون أرسم، شو البرامج اللي أستخدمها، وشو الطريقة اللي أرسم فيها. فأحب أقول لكم إني فتحت قناة إضافية أتكلم فيها عن موضوع الرسم بشكل مفصل، بحط الرابط في وصف الفيديو. شكرا لكم مرة ثانية، ونشوفكم في الفيديو الجاي.